أهم توقعات الفلك لمواليد الأسد بالأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني جانوري يناير 2022. عزيزي الأسد راهن على أول يومين من هالأسبوع الأحد والتنين يلي رح يجلبوا أفكار جيدة جدا أو ترتيب لبعض الأوضاع وبيحملوا وعد وإنجاز، بس ما تاخد أي قرار أو ما توقع على عقد أو ما تنضوي تحت أي حلف بين التلاتة مثلا والخميس، لأنه رح تواجه مصاعب بتعرف عنها بالتفصيل باشتراكك بالأب. راهن على الليونة والهدوء وابتعد عن الضوء. بعكسك مركور بتدلو بمنتصف الشهر بتنشأ نزاعات، أو بيضل عكسك لمنتصف الشهر بتنشأ نزاعات مع بعض الأطراف، بتضطر إلى تسويات حتى ولو حصلت على وعود ابتداء من يوم الجمعة، بس أنت مضطر لقبول بعض التسويات بعد هالشي، وبخبرك عنهم بالأسبوع الجاي.